السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوان، حياكم الله. اليوم يا اخوان الهلال والحزم جولة 22 من الدوري السعودي على وشك الانطلاق. اليوم ردة فعلنا راح تشاهدونها يا اخوان. طبعا اليوم الهلال بعديد الغيابات، سلمان الفرج طبعا ولا محور تقريبا يلعب، عطيف اصابة مثل ما تعرفون، سلمان وجويار ايقاف كأنه عقوبة انضباطية، كمان في عندنا عبد الله المالكي رباط صليبي، سلامات للمصابين. واليوم الهلال بدون تقريبا ولا محور، جحفلي اليوم يلعب محور، هذا الدفاع الجحفلي بيلعب بالمحور. بس معلم نتمنى الفوز للاصفر اليوم ان شاء الله للحزم، اتوقع الحزم حيعمل شيء يا معلم. انت راسك ما يطمن يا زلمه، انت راسك بس روي يا زلمه هسه نطيهم اليوم الحزم حيحزمهم انا بارضنا. اه والله اليوم انتم مع الاهلي، اليوم مع نادي الاهلي، اليوم بدك تبلع من السومه، اليوم ما حد يوقف، اليوم بدك تبلع السومه. احنا نحطه بجيبته اليوم ان شاء الله. ولا تنسون من اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل جرس الاشعارات عشان تصلكم كل جديد يا اخوان. وان شاء الله اليوم الهلال بيفوز والاتي اليوم ببلع ان شاء الله من قلعه النادي الاهلي. حبيبي لا تحلم انت ان شاء الله. يا الله يلا يلا يا ماريقا واوقع له يا رب. يلا سعود اعطينا وحده مثل عن نصر يا كبير. هذا هو يا الله يا ميراك ماريقا، هذا ماريقا مش ايه قاله. قربها هيم الجول هيم لها اليوم هيم المرتد يا كبير. هات هات او نو 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 حلو يلا حلو حلو يا زلمه. ليش اجت رجعت بيها؟ ليش؟ حرام عليك يا زلمه. ايه قاعد العب له، خليك معك خليك معك ادق لحاله. اوه حارس ويا ليش يا زلمه مش باص هذا، حرام عليك ميشيل، متسلل يمكن كمان يا زلمه. يا زلمه شلون بيتركوا لحاله؟ هلو اسطوره شوت مو شوطه والوحده شوطه والله عمري على الفن والتيكي تاكا تسلل كول يا وحش على عمري على المعيوف. الله يا عمري على المعيوف انا كابيتان يا زلمه. الهدف بدا يقرب بدا يسخن، عم يسخن على نار يا اخوان. ولي معلم من اسول حد دخل بالكوره النظاره شوف انت عدي منه دخيل. الله هذا ما يقدر يركض هذا الكوري، هذا ستون جون جانك جانك يوك جون جاكي شان هذا يزن. الله يزن بس اسطوره عاش بدك شوف شلون يفتك الكوره، اي يفتك هذا شوار. يلا ديلجادو جيبك حارس ليش؟ ايوه يا واحد هذا مش حارس، دخيل الله هذا عمره على البرازيليانو اليوم ما كان سال حارس كانت المنطقة بكرة أدنى ولا ما ولد وين بدك يا أخر يا أخي جيبه يقدر يجيبه يعني ما بعرف يطلع شيله فورا براسك أو وكل ما هذا الزاز الركب هذا ميشيل طلع هذا ما أسيش طلع ديلجادو رب الله على الفن والتيك تاك شوف يا عمري أنا حلو والله ما توقعت هيك يلعب الحارس شوف يا زلمه مو فايت والله حلو الله اوه وتعال يا طلعت حرام عليك طلعت الكره ليش يعني تدخل فيها كثير يا زلمه دخيل الله انت مين جارك ماريقا يا ربي يلا سعود يا عمر علي سعود وكبير هاي يا اخي هاي شوطه ولا عرضية شو عمل؟ شاطة يا زلمة شهراني حلوين شوت يلا ايقالو راحت يا قالي راحت يلا ماريقا ايوه خالص حبيبي والله انا ما اقول لك راحت من مطمئن حرام يعني عم يتسي اخي العاب شوط على الجول يا زلمة يعني كان ماريقا لوحده ليش ماريقا ما شوط؟ نهاية الشوط الاول يا اخوان تعادل سلبي 0-0 مباراة ممل شوي ان شاء الله. الهلال دون المستوى طبعا غياب بسبب غياب طبعا محاور الوسط جميعهم خمس لاعبين من محاور الوسط ولا لاعب اليوم بيلعب اساسي بخط الوسط. ان شاء الله ان شاء الله يكون الشوط الثاني ان شاء الله ممتع اكثر ان شاء الله.
رجعنا لكم يا اخوان من بداية الشوط الثاني. الهلال ضاغط كالعادة. ان شاء الله ان شاء الله اليوم يفوز ان شاء الله. الشوط الثاني لازم يكون الاداء متحسن ان شاء الله. يلا ياسر رد بالك. لا يلا ماريقا. يا الله والله شال الدفاع يا معلم. حلو عاد تنطيط. يلا يا كبير روح. حلو شوط. يا الله شلون شوط دخيل. الله سبع امتار الجول يا ابن علي. والله حرام يا اخي طلع يا اخي هذا طلع طلع يا زلمه ضيع اللعب. يا الله يا رب والله ضيع اللعب. هوب هون هذا راح وكان يمك يا زلمه مريق العمل. ليش عاد كاريو يا كبير يا كاريو ضيع اللعب اليوم. والله يا الله ستوك اليوم صفر كاريو. العب يا اخي صار ثلاث مرات كل ما تستلم طابة شوط. والله حرام يا زلمه يعني شطت جول مفتوح يعني ما شفت حتى على الجول. ايه قالوا؟ وكويس تسلم كان رفع وين راح بيها؟ حلو عرف عرف عرف. حلو شوط حلو شوط. لا يا وك ليش قبل لما يعرفوا شو تدخل يا الله وقطع الشبكة. اوب يعلم يعلم كاريو حتى هو كاريو ابلع ولك تسلم. ما فيها طلع من ورا تسلم. لا لا من ورا ما شفتوه من يا عمر على الثعبان الثعبان البيروفي. شو التركيل هذا يا عمر شلون لعبها؟ بس اللي رفعها مين؟ ماتياس فيريرا يا عمري برازيليانو يا عمري. اه وربي لاعب بيليا مو عشان يشوط هذا هو. شوف منين اجى كاريو. شوف 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 شفت؟ يا عمري يا عمري شوف يا اخي الله عليك. ليش لوحدك؟ الله عليك قبل ما تطج على الارض عدك فورا عالطاير احش. خلهم يقولون ما فيها شيء يا اخي الحكم. ايش هو جول يا اخي جول مو حسب انه جول كان جول بس انطاه صفرا. ربي الكعبه مسخره يا زلمه. وك واحد هون ماشي باللعب عم يلم الطابة يعني لاعب بده يلعب هيك مكتف. اسألكم بالله يا جماعة مش برجله عشان نقول برجله كل حقنا لا اللي يطلع بيدنا يعني شو. يلا سعود مين هاي؟ اسطورة ابراهيم زايد. مين هاي؟ يا عمري على المصعب الجوير. ايش دي هذا ولد هذا السيارة لعبة فن. ها هيش دي هذا صاروخ نازلة بالجول تسقيطة. شوف والله صاروخ حاس ما تحسه متقدم. ها اه هو قاسين اخي لا الله الحارس يا زلمة دخيل الاردن كافي توقيت يا زلمة. لعبوا اصلا اقسم بالله ما لعبوا بالمباراة. الشوط الاول خاصة الشوط الثاني صبر. الشوط الاول والشوط الثاني يا زلمه كله اصابات. شلون؟ عين الطاها يعني؟ هلا طاها صفرا. هذا سهلاوي؟ صعباوي؟ يا رباه! لا هذا متعود على الهلال. هذا مبلع الهلال اكثر من 10 ل 15 هدف صعباوي. هداف الدوري السعودي لموسمين الصعباوي مع النصر وبطل الدوري السعودي لموسمين الصعباوي. هذا هو محمد سهلاوي أباها. ماني صارت يا عمري ماريقة. ايه حمدان شالها الكبير. يا رب تغيرها وكي صدت فيه لا شاله ولا شيء. ما شاله وكبو شاطه بالعالي وكبو ربي ما بيشي هون بس هون متسلم. وك ما شاء طال الحارس ما شاء طال الحارس كأني بيترو شارع الحارس بيترو
انت ما شاء الله على حالك الدخيله الله تطاطك مني. طب شو هذا؟ هذا حطام تسلي؟ والله حطام تسلي. بلجت. والله العظيم حطام تسلي. يلا. عطيه. يلا مريقة. يا عمري يا مريقة. يا عمري. يا عمري هي الإشارة تبعه يا عمري. يا عمري على مريقة. تسلي ما في تسلي لحاله. هسه بنشوف. في شك في شك عم يقول له بريرة أنت عم يقول شوف بريرة هسه عم يقول له. بس رجع لحق حاله انا اقول رجع تسلل يا اخوان بيه تسلل في شك في ان بالموضوع تسلل يا اخوان لا في هذا اللاعب الاصفر اخر واحد من هون بس لسه على الفار معنا ما اظن متسلل والله يا حجي على الفار بتبين تبي يستحق يا عمري وين حطها شفت سام شو الحارس راح يشد يا شو اللي تم الحارس يا ابن الحلال جول 7 امتار تخيل الله عيوف هسه بنشوف نو اوف سايد ابلع ولا الهلال 2-0 حلو تعال يا اخوان تعال رد السريع ارفع حلوين عشر دقائق دخيل لا تقول يا رمان شاطر يا معلم 6 دقائق بزيادة دخيل الله انا شوط ايه والله عمري على المعيوف يا اخي مركز مركز صاحي انا مركز لما تجي مكانه وربك دخيل الله انت جبت طب راحت على الزاوية مكانه بالزاوية الانفرادات ضيعوها حمدان هاي شغلته فاضية يا معلم حمدان ضيع هدف محقق دخيل الله هو والحارس مصعب جيبه وحش يا مصعب اوه يا زلمه ليش كرت احمر يا زلمه اطلع ليش يا مصعب يا زلمه ليش طب يا الله يا خسرت الطابه معليش خسرت الكره روح يا زلمه بس لا تضربه ليش طلعت هيك يا زلمه شوف كيف طلع يا زلمه بستاهل كيف طلع دخيل الله يا زلمه بستاهل كرت احمر والله بستاهل نهايه المباراه يا اخوان فوز الهلال 2-0 الزعيم رغم الغيابات ورغم الاصابات ورغم الايقافات الزعيم بيضرب 2-0 خصوصا بالشوط الثاني طبعا الشوط الثاني الهلال نزل معلم افضل من الشوط الاول بكثير لعب استحق الفوز بريرا بصنع هدفين كاريو وماريكا رغم انهم ضيعوا عديد الكرات لكن نجحوا يسجلون هدفين الحمد لله الفوز ننتظر تعثر الاتسي الاتسي السمع الاهلي ديربي جدة قمة الجولة يا اخوان مباراة بعد شوي وكمان راح ننزل عليها ان شاء الله ردة فعلنا ان شاء الله اليوم الهلال رغم الغيابات يا اخوان مثل ما قلنا لكم غيابات 5 من محاور الوسط مع البريك مع راحة سالم الدوسري نجح انه بتغلب على الظروف والفوز على الحزم 2-0 اخوان لا تنسون من اللايك والاشتراك بالقناة تفعيل جرس الاشعارات عشان نصلكم كل جديد حبايب القلب ربي يسعدكم والسلام عليكم